بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هشرح طريقة إزاي تبعت الملفات باستخدام التلفون وباستخدام اليمين الجمعي. الأول بنفتح جوجل كروم ونفتح الرابط ده، هسيبهولكم في وصف الفيديو. بعد ما تفتح الرابط تفتح معاك صفحة زي كده، فأنت تكتب اليمين. أنا اليمين عندي محفوظ كده، فهتكتب اليمين وتضغط التالي، تكتب كلمة السر وتضغط تسجيل الدخول. طبعا قبل كده اللي مش معاه الايميل هبعت له، هسيب له رابط تحت الفيديو، فهتضغط عليها وتضغط على تكتب رقم الكم بتاعك، هروح ظهر لك الايميل وكلمة السر، بعد كده تدخل تفعله عادي وتسجل دخول كده. يعني احنا سجلنا دخول، استنى شوية. فتحت معانا الصفحة دي، فبنضغط على علامة الزائد دي، وهنا بنكتب اسم الايميل بتاع الدكتور اللي هنبعت ليه. مثلا انا بعت الايميل بتاعي عشان نتأكد انه واصل، ولي الايميل اهو. بعد كده بنيجي في الموضوع، بنكتب الاسم رباعي والفرقة بعد كده لازم نختار الملف عن طريق الدبوس ده، بنضغط عليه ونختار الملف من جوه الملفات اللي على التليفون. اختار اي ملف كده، على مثلا ملف الميزان ده، استنى يحمل كده الشريط الازرق اللي كان من تحت. اول ما يكمل انه حمل، لو يعني ملف 5 ميجا و6 ميجا هتلاقيه اتاخر معاك شوية، استنى ما يحمل الشريط الازرق اللي تحت كده، تضغط العلامة دي لارسال. تتأكد ان تم ارساله عن طريق انك هتضغط على الثلاث شرط دول، تفتح البريد العناصر المرسلة، هتلاقي هو ظهر ان هو تم ارسال. وعشان نتأكد كمان هنروح افتح الايميل اللي انا بعت عليه، هي وسط الرسالة اهي فوق على طول، ادي الرسالة اهي وصلت، وادي هيكون فيها ملف على طول. هذه الرسالة وهذا الملف. عادة هو الدكتور بيرد عليك برسالة ان تم الاستلام. وان شاء الله اتمنى ان اكون افدتكم، ومتنسوش الاشتراك في القناة عشان تتابعوا كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.